حياكم الله مشاهدينا وين ما كنتوا تتابعون حلقة جديدة من برنامجكم اليومي وعلى الهواء مباشرة. مساء الخير يا كويت. رحب كل العاملين في هذا البرنامج وتحديدا زملائي عبد العزيز وعبد الله. مساء الخير. مساء الخير مشاهدة، مساء لك بالخير ومسي بالخير على السادة المشاهدين وين ما كانوا في حلقة جديدة من برنامج مساء الخير يا كويت. هذا البرنامج اللي طلع عليكم ساعة كاملة من خلال شاشة تلفزيون دولة الكويت القناة الأولى بأخبار منوعة وضيوف مميزين. لكن بالبداية أيضا أمسي بالخير على زميلي عبد العزيز. مساء الخير. مساكم الله بالخير جميعا، وأسعد الله مساءكم مشاهدينا الكرام. أرحب فيكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم مساء الخير يا كويت، الذي يطلع عليكم عبر تلفزيون دولة الكويت القناة الأولى من الساعة 6 إلى الساعة 7. ونبدأ هذه الحلقة مشاهدينا مع زميلتي مشاعل، تفضلي. شكرا عبد العزيز. اليوم أكيد راح يكون عندنا لقاء مباشر مع الأستاذ أوس الغنيم، خبير في إدارة السواحل وتأهيل البيئة بمعهد الكويت للأبحاث العلمية. الحديث راح يكون عن إقامة معهد الكويت للأبحاث العلمية ندوة كويتية يابانية بعنوان الساتومي، بطريقة يابانية لإدارة البيئة البحرية في الكويت. ايضا راح يجمعنا لقاء مع الاستاذ خالد واصل البطيري، رئيس قسم المناهج والانشطه باداره التاهيل والتقويم ورئيس فريق العمل بمشروع حافلتي، والحديث راح يكون عن هذا المشروع، مشروع الحافله التربويه المتنقله حافلتي بموسمها الثاني. وايضا لدينا لقاء على الهواء مباشره مشاهدينا مع السيد حامد القلاف، صانع مجسمات السفن الشراعيه القديمه، والحديث راح يكون ان شاء الله عن مهنه القلاليف وصناعه السفن الشراعيه، فضلا عن تقديم فقره اخبار الديره. فاصل ومن ثم نعود. مشاهدينا نبدأ معكم أولى محطاتنا الحوارية إن شاء الله راح تكون مع الأستاذ أوس الغنيم، خبير في إدارة السواحل وتأهيل البيئة بمعهد الكويت للأبحاث العلمية. حياك الله أستاذ أوس، سعيدين جدا بتواجدك معنا. مساء عليك بالخير أستاذ أوس، أكيد راح نبدأ حوارنا معك إن شاء الله لكن من بعد مشاهدة هذا التقرير. معهد الكويت للأبحاث العلمية هو مؤسسة وطنية رائدة مستقلة ذات تميز علمي، والذي يشمل تطوير الصناعة الوطنية وإجراء دراسات لمواجهة التحديات الرئيسية التي تواجه الدولة، مثل المحافظة على البيئة والإدارة المستدامة لموارد الكويت الطبيعية والإدارة الرشيدة للمياه والطاقة وتطوير أساليب إبداعية للزراعة. ويعمل المعهد بصفة دورية على شراكاته الاستراتيجية مع مؤسسات ووكالات وهيئات أكاديمية إقليمية ودولية، مما يتيح تبادل المعرفة والخبرات. حياك الله أستاذ أوس، وفي البداية نبي نبذة تعريفية عن إدارة السواحل وتأهيل البيئة التابعة لمعهد الكويت للأبحاث العلمية، تفضل. إدارة السواحل هو علم، يعني هو عبارة عن نقدر نقول بوتقة تنصهر فيها مجموعة كثيرة من العلوم من أجل إدارة السواحل واستخدام واستفادة من السواحل والاستفادة من البيئة البحرية تحديدا. نعم. الاستفادة من البحر والأحياء البحرية، كانت صيد أو زراعة أسماك، أو أيضا أن نستخدم البحار كنوع من أنواع الترفيه في الشواطئ واللي هي الشواطئ الترفيهية وغيرها من أمور تتعلق باستفادتنا من البحر، بما في ذلك تحلية المياه أيضا. نعم نعم جميل. إذا بنتكلم أستاذ أوس عن الدراسات والأبحاث اللي تجريها الإدارة في تأهيل البيئة، معهد الأبحاث ما هو يعني ما نقدر نختزله في إدارة أو إدارات، معهد الأبحاث عبارة عن جهة تقوم بعدد كبير من الأبحاث المتداخلة. صحيح. التي لا
ترتكز على تخصص معين وإنما متخصصات متداخلة مع بعضها بعض. جميل. لأن الهدف الأساسي من هذه الأبحاث هي تفسير الظواهر أو البحث عن حلول والوصول إلى نتائج مفيدة للمجتمع. نعم. طبعا هذه الأبحاث يجريها كفاءات كويتية متطورة متقدمة، لأن هذه الكفاءات حصلت على تدريب عالي الجودة في أكامفري الكويت عندنا في المعهد أو خارج المعهد في خارج الكويت. طبعا معهد الأبحاث يفخر بوجود عدد كبير من العلماء الكويتيين اللي يقومون بأبحاث ويجرون أبحاث ذات مستوى عالي، يعني دراساتهم منشورة في أفضل المجلات وأشهر المجلات العالمية في العالم، مشهود لهم بأعمالهم المتقدمة والمتطورة. طبعا الحديث عن معهد الأبحاث أو الأبحاث اللي يقوم فيها معهد الأبحاث لأن ذات طابع علمي، قال يعني الإنتاج المعهد هو طابع علمي يتمثل بنتائج علمية، صعب أن نشوف هذه النتائج بالعين المجردة مثل ما إحنا لو نقوم نسوي مشروع بناء مثلا أو خلنا نقول جسر أو أي شيء ملموس، لأن هذه أبحاث ودراسات. هذه الأبحاث والدراسات لما نصل إليها بإمكاننا أن نستفيد منها ونستثمرها لصالحنا في عدة مجالات. فمن مجالي أنا لأني أركز على دراسة على السواحل وإدارة السواحل وتأهيل البيئة، نستخدم هذه الدراسات المعنية في البيئة البحرية في استثمارها للبحث عن وسائل وطرق نؤهل فيها البيئة. البيئة الكويتية تعرضت لمشاكل عديدة، هذه المشاكل عادة طبيعية لأن احنا أرض منطقة ساحلية، دولة ساحلية، ازدهار الاقتصادي من الستينات من الخمسينات إلى الآن أدى إلى تطور ساحلي سريع، وهذا طبعا انعكاس للاقتصاد القوي للبلد، ترتب عليه مشاكل بيئية، وهذا يحصل في كثير من دول العالم بما فيها مثلا إذا جينا حق اليابان. اليابان تعرضت لمشاكل مثل هذه، تعرضت لمشاكل بيئية كثيرة بسبب تطورهم وثورتهم الصناعية اللي صارت بالأربعينات والخمسينات، وأدت إلى مشاكل بيئية كبيرة. طبعا هذه المشاكل تم تداركها في فترة السبعينات، وذلك من خلال إجراء دراسات وفهم بيئتهم وفهم المشاكل وتفسير الظواهر الموجودة. بناء عليها تمكنوا من الوصول إلى مفاهيم حديثة تتيح لهم تأهيل البيئة وتعويض المفقود منها. نعم. وهذا الشيء بإمكاننا إحنا أن نجريه في الكويت. نعم. إذن هناك مشاكل بيئية وهناك أيضا حلول لهذه المشاكل. لا شك في ذلك. نعم. أنتم بصدد أو الإدارة بصدد إقامة ندوة تحمل عنوان هي كويتية يابانية بعنوان الساتومي. نعم. بطريقة ساتومي. إيه؟ نعم. بطريقة يابانية. نعم. المسمى يعني غريب، ودنا يعني نعرف أكثر حول هذا الموضوع أو حول هذه الندوة. نعم. أولا هي ندوة كويتية يابانية، أي أن إحنا مع بعض علماء من الكويت ومن اليابان ومتخصصين أيضا هناك سوف يعني يشاركنا معنيين في البيئة، ناس كفاءات كويتية من مختلف قطاعات الدولة. نعم. بما فيهم مثلا يعني أنا فخور جدا في بلدية الكويت راح يشاركون في هذا العمل في هذه الندوة. جميل. وأيضا هناك مجموعة من هيئة البيئة ومن هيئة الزراعة وغيرها من الجهات المعنية في البيئة اللي نسميهم أصحاب المصلحة. حلو. هم الأصحاب المصلحة، هم من لهم علاقة في البيئة البحرية بصورة أو بأخرى. نعم. كانت جهات رسمية أو حتى تكون جهات أهلية عادية يعني مثلا متطوعين. جميل. وجود هذول الإخوان اللي هم نفخر بوجودهم إن شاء الله في تاريخ 29 أكتوبر بحضور إخواننا وزملائنا من اليابان اليابانيين، راح يعرفوننا في مفهوم تبنته اليابان وهو يسمونه الساتومي. الساتومي هو عبارة عن، أنا يا بسألك شنو هو الساتومي؟ شغلة بسيطة، هي اسم مصطلح ساتو اللي هي قرية، أومي اللي هو البحر، فهي القرية البحرية. إحنا الكويت ساتومي، يعني إحنا قرية بحرية أو مدينة بحرية. في اليابان ينظرون إلى هذا المبدأ أو هذا المفهوم بأن يتعاون الجميع من هم قائمين أو يعيشون على هذا الساحل، يتعاونون جميعا مع بعضهم بعض إلى تأهيل البيئة من جهة،
واستغلال هذا الجسم المائي لصالحهم بطريقة مستدامة. والاستدامة طبعا معروفة هي أني أستفيد مما هو متاح لي الآن من موارد دون أن أؤثر على الأجيال القادمة بالضبط. حصة الأجيال القادمة هذه هي الاستدامة التعريف الحقيقي لها. فبالتالي المفهوم الساتومي اليابانيين ينظرون لأنه هو عبارة عن تجانس وتناغم وتعامل وتكامل مع بعض كل أصحاب المصلحة في البيئة البحرية يساعدون بعضهم بعض كل من لديه يعني كل وفقا لقدراته كانت هذه إمكانيات عندهم إمكانيات ملموسة يعني خلنا نقول مادية أو إمكانيات بشرية أو معدات أو 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 يكون موقعهم يتيح لهم يسمح لهم في المساهمة والمشاركة ويصير هناك نوع من أنواع الفزعة لعمل لإنقاذ البيئة أو تأهيل البيئة وإعادة وتعويض ما هو مفقود منها هذا من الأشياء الأساسية ويأتي من خلال إيجاد بيئات حديثة جديدة مثلا خلنا نقول الأعشاب البحرية الطحالب أو المحار تعويض ما هو مفقود في بيئتنا نتيجة التطور الساحلي وهو نتيجة طبيعية ولكن المو طبيعي هو أن لا أن نسكت ما نسوي شيء إيه فلا بد أن نتحرك حتى نستفيد من بيئتنا لأن بحر الكويت بحر جميل يفترض أن المياه تكون صافية جدا اللي سكنوا هذه المنطقة سكنوا لأن المنطقة جميلة جدا ومنطقة غنية بالموارد فبالتالي نحن نعتقد بأن بحر الكويت أحلى بكثير مما هو عليه الآن وغني أكثر مما هو عليه الآن ونأمل بأن من خلال تأهيل البيئة أن نصل إلى مرحلة أن نعيد البحر ونعيد الكويت كما كانت أو أفضل. نعم. إذن ما هي أبرز المواضيع التي سوف تطرح من خلال هذه الندوة؟ سوف نطرح في بالدرجة الأولى دراسات حالة لليابان يعني راح نتحدث عن أشياء فعلية صارت حدثت كيف كانت وكيف أصبحت بعد ما كأمثلة يعني نعم كأمثلة حتى يعني نقدر نقول نستفيد من الدروس يعني نعم. اللي هي قاموا فيها أو التجارب تجربة إخواننا اليابانيين هذه نقطة مهمة جدا لأنهم يعتمدون على تقنيات حديثة وهذه التقنيات الحديثة من خلال تفاعلنا معهم وحديثنا معهم راح نطلع على أمور حديثة وجديدة يعني هم راح ينقلون تجربتهم راح ينقلونها لنا ويصير من خلال نقاشات مفتوحة يعني راح إن شاء الله تكون ندوة مو ندوة ندوة يعني خارجة عن التقليد يعني إحنا نبي نصير في تفاعل أكثر مع بعضنا بعض في هذه الندوة جميل المحاضرين ذكرت أن في راح تكون أكثر من جهة المحاضرين هم غالبيتهم من معهد من اليابان من اليابان ومن معهد الأبحاث اليابان علي أني أشكر مؤسسة ساساكاوا للسلام وهي مؤسسة يابانية غير حكومية وغير ربحية نعم. تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 17 اللي هي يطمح العالم كله في العالم كله يطمحون إلى تحقيق هذه الأهداف في عام 2035 نعم. طبعا هذه المنظمة هذه عفوا المؤسسة تهدف إلى مساعدة العالم وباقي شعوب الأرض بأنهم يقومون يساعدونهم في تحقيق نعم. هذه الأهداف فهم جزاهم الله خير ما قصروا إن شاء الله نتعرف عن تجربتهم من خلال يعني جهودهم إن شاء الله. موفقين أستاذ أوس الغنيم يعطيك العافية وشكرا لك الله يعافيك متواصلين معكم مشاهدينا ولكن بعد هذا الفاصل مستمرين معكم مشاهدينا الكرام من خلال برنامج مساء الخير يا كويت افتتحت الهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة ورشة تعليمية بعنوان النزاهة في التعليم المزيد من خلال هالتقرير ضمن
أنشطة وفعاليات الهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة، واللي تهدف إلى نشر الوعي والثقافة لدى الجميع حول القوانين واكتساب الخبرات وصقل القدرات والوقوف على التجارب الرائدة وإشراك كافة الرؤى الحكومية والأهلية والقطاع الخاص لتحقيق معنى الشمول والتكامل في الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد. وفي هذا السياق افتتحت الورشة التعليمية بعنوان النزاهة في التعليم، وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو لاستعراض ومناقشة التجارب المحلية والدولية ذات الصلة بمجال تدريب وتأهيل العاملين في مجال التربية والتعليم. تأتي هذه الورشة في إطار تفعيل مبادرات استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2019-2024 ذات الصلة بدور التربية والتعليم في بناء ثقافة النزاهة ومكافحة الفساد، وصولاً لتحقيق رؤية الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد. كويت جديدة تقوم على الثقة، يسودها احترام متكامل لمبادئ الشفافية والمساءلة وسيادة القانون ومشاركة الجميع في نبذ الفساد. مستمرين معكم مشاهدينا في فقرات مساء الخير يا كويت، وراح ننتقل وياكم الى محطه حواريه جديده نستضيف من خلالها الاستاذ خالد واصل المطيري، رئيس قسم المناهج والانشطه باداره التاهيل والتقويم ورئيس فريق العمل بمشروع حافلتي. حياك الله استاذ خالد ومساك الله بالخير. بارك فيك، الساعه المباركه، والله انا سعيد بتواجدي معكم في البرنامج. انا سعيد استاذ خالد، واكيد راح نبدي معك الحوار ولكن بعد متابعه هذا التقرير. مشروع الحافلة التربوية المتنقلة حافلتي الذي تنفذه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ممثلة في إدارة التأهيل والتقويم بالتعاون مع وزارة التربية، هو مشروع يهدف إلى تزويد طلبة وطالبات المدارس في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة بالمعاني الإيجابية والقيم الرفيعة ونشر الوعي بأهمية الأسرة ودورها في الحفاظ على تماسك المجتمع وغرس ثقافة أسرية صحيحة للإسهام في تعزيز النظرة الإيجابية للأسرة والطفل. بعد ما شفنا هذا التقرير استاذ خالد، يعني لو تعطينا نبذه تعريفيه عن هذه الاداره، اداره التاهيل والتقويم بوزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه، وما هي اهدافها؟ حقيقه اداره التاهيل والتقويم هي من ضمن هيكل جديد للوزاره، تعتبر اداره حديثه في اختصاصاتها وفي انشائها، انشئت 2012 تقريبا. نعم. وتعتني فئات خاصه من المجتمع، وترتكز محاور يعني الاداره وعملها كله ينصب على ثلاثه محاور. شنو هما؟ المحور الأول ينصب العمل على استكمال التعافي من آفة الإدمان المخدرات. نعم. وذلك من خلال منزل منتصف الطريق لتأهيل المتعافي من الإدمان لاستكمال تعافيهم بشكل كامل. حلو. المحور الثاني الورش والحاضنات الحرفية الموجودة داخل المؤسسات الإصلاحية. نعم. هذه بالشراكة مع وزارة الداخلية تم إنشائها أيضا، ويستكمل فيها النزلاء الإصلاحيين سواء من رجال والنساء. نعم. يعني مهن وحرف يتدربون عليها ليكون عنصر فعال في المجتمع. وأيضا المحور الثالث اللي هم ظاهرة العنف الأسري، وإحنا نحاول نواجهها، يعني هذه الظاهرة اللي بدأت تنتشر تطفو على السطح، نحاربها في الإدارة في مشاريع إن شاء الله تكون. نعم. جميل. نعم. جميل. إذن أستاذ خالد، يعني هل تقوم هذه الإدارة بتقديم الرعاية نقدر نقول النفسية والسلوكية والتربوية والمهنية، ومن هم المستفيدين؟ نعم، تقدم هذه الإدارة الرعاية الكاملة مثل ما ذكرتي للعديد من الشرائح، يعني النزلاء منزل منتصف الطريق تقدم لهم هذه الخدمات من خلال منزل منتصف الطريق. نعم. وأيضا نزلاء المؤسسات الإصلاحية من خلال ورش والحاضنات اللي ذكرناها قبل شوي، وأيضا نزلاء
مركز الكويت للصحة النفسية. طبعا لهم برنامج خاص يعني، وعلى حسب قدراتهم وحسب يعني صحتهم تدربون على ورش معينة حسب قدراتهم يعني. نعم جميل جدا. والفئة الأخيرة اللي هي طلاب المدارس. طلاب المدارس يعني نستهدفهم من خلال الظاهرة، ظاهرة العنف الأسري. نعم. نحاول ندخل من خلالها لتثقيفهم وتوعيتهم، لأنهم يعني الجيل القادم يعني. أكيد أكيد. بما أنك ذكرت طلاب المدارس أستاذ خالد، يعني الإدارة أطلقت مشروع الحافلة التربوية المتنقلة اللي هي حافلتي، وهذا الموسم الثاني لها، يا ريت نتكلم عن هذا المشروع. والله هو ابتداء يعني الإدارة أطلقت الحملة الإعلامية اللي هي تحت شعار أسرة مطمئنة ووطن آمن، وكان أول ابتداءها كانت الملتقيات الطلابية. نعم. كان شيء نمطي يعني، قاعة مجهزة ومحاضر يقوم يتكلم، شيء اعتيادي. فحبينا نخرج عن المألوف. نعم. بهذه الفكرة الجديدة، تكون حافلة يعني مخصصة VIP مجهزة بشيء جاذب. نعم. للطلاب بحيث أنها جميل. تكون جاذبة. نعم. لهم يعني. أستاذ خالد أكيد راح نكمل هذا الحوار، ولكن بعد هذا الفاصل. فاصل وراجعين، خليكم معنا. عودة لكم من بعد الفاصل، نستكمل حديثنا مع الأستاذ خالد واصل المضيري، رئيس قسم المناهج والأنشطة بإدارة التأهيل والتقويم، ورئيس فريق العمل بمشروع حافلتي. قبل الفاصل أستاذ خالد كنا قاعد نتكلم عن هذا المشروع، وما شاء الله في هناك طلبات كثيرة، لكن المتوفر حاليا فقط حافلة واحدة. شنو اللي يصير داخل هذه الحافلة يعني، حتى طريقتها مختلفة عن الحافلات اللي احنا نشوفها؟ نفس نظام الديوانية هي الجاية. صحيح صحيح بالضبط. والنشاط اللي يكون داخل الحافلة بحضور محاضر معتمد يعني، وعنده قيمة مسبق محضر لها يوصلها للطالب، فأخذ جولة نفس الرحلة داخل المنطقة، ثم يعني يلقي المحاضر محاضرته أو يغرس القيمة اللي هو مطلوب منها أرسها. جميل. بعدين يكون نشاط يعني رسم وألوان للطالب، بحيث أنه يعني يخرج على المألوف في المحاضرات العادية. نحن دائما نخرج على المألوف، ندخل نشاط رسم، بعدين يقرأ قصة هادفة، تكون إدارة محضرة قصص هادفة لها قيمة معينة نوصلها له يعني، وبعد ذلك يعني يرجع لمدرسة. هو الحلو انه هو بالباص قاعد يتمشى. جولة ما اخذ يعني جولة، قاعدين نطلع على الهواء حاليا، بلوكسات حاطين على الهواء، قاعدين نلاحظ يعني انا وزميلي عبد الله، ان حتى قبل شوي كنا نتكلم نقول انه هي مو حافلة عادية. فصد يعني شلون مثلا الباص يعني قاعد يتحرك والمحاضر داخل يعني يعطي المحاضرة والأنشطة، فشيء حلو يعني، شيء خارج عن إطار المألوف. صحيح. هم بعدين حتى القائمين على العمل يعني كمحاضر وكمشرف من الإدارة، حتى إدارة المدرسة كلهم حابين العمل في الحافلة، وشايفينها شيء جديد ومنجذبين، لحتى الطالب لما يصعد يعني يجلس ويتفاعل مع المحاضر يعني شيء يعني شايفينه منعكس قدامهم يعني إيجابية يعني هذه. لذلك هم مسجلين طلبات للسنة الجاية. بس إن شاء الله نقدر نوفي وياهم إن شاء الله. إن شاء الله. طيب من هي الفئة المستهدفة؟ إحنا مستهدفين طلاب المدارس بالمراحل الثلاث، ابتدائي متوسط وثانوي، للجنسين البنات وشباب. جميل. لجميع المراحل وللجنسين. نعم. وعندنا كوادر مدربة، محاضرين ومحاضرات يعني، وعندنا أيضا مشرفين ومشرفات. كم ساعة تكون؟ والله تقريبا كلها يعني في يعني ما ياخذ اكثر من كل جو يعني كل مرحله او محطه او مدرسه يمرها. نعم. ما ياخذ اكثر من ساعه يعني. يعني كجوله. حلو. يعني بحيث انها موزعه على اوقات، بحيث انها محاضره ثم نشاط رسم ثم يعني قراءه قصه، وفي ضيافه وفيها جلسه
يمرحوا مع بعض الطلبة، فتحس أنها يعني فيها فائدة. بالضبط، يعني ما شاء الله، وإن شاء الله تكون في أكثر يعني من حافلة للاستفادة بشكل أكبر. الموسم هذا اللي هو الموسم الثاني، القادم شنو راح يكون إن شاء الله؟ والله نحاول إحنا نعدد الحافلات بحيث تكون 3-4 بحيث نغطي المحافظات كلها بشكل كامل، ونحاول حتى يعني نطور من العمل نفسه، يعني نطور من العمل من حيث القصص المقروعة، من حيث القيم اللي نقدمها، من حيث يعني حتى المدربين نحاول ننوع، يعني نجيب كوادر متخصصة أكثر في جوانب كل واحد في تخصصه، بحيث أن نطور من العمل أكثر وأكثر. جميل، جميل جدا، جميل جدا. أستاذ خالد، إذا عندك كلمة أخيرة تفضل، إحنا وصلنا معك تقريبا. والله أنا أحب أشكركم على الاستضافة وفي البرنامج المتميز وتسليط الضوء على المشاريع هذه النوعية والجديدة، يعني مشكورين ويعطيكم العافية. كل الشكر لك أستاذ خالد المطيري. أكيد راح نستكمل فقرات مساء الخير يا كويت، لكن من بعد هذا الفاصل. متواصلين معكم مشاهدين الكرام، نكمل باقي فقراتنا المتنوعة عبر برنامجكم برنامج مساء الخير يا كويت. لدينا تقرير أن النادي العلمي الكويتي يعقد مؤتمر صحفي حول مسابقة العلوم والهندسة. متابعة طيبة نتمناها لكم. للتطوير ودعم الشباب والناشئة وتمكينهم عبر إعطائهم الأدوات اللي تسهم بإبراز طاقاتهم وطموحاتهم من خلال المبادرات والشراكات المجتمعية، باعتبارهم قادة المستقبل وعلى عاتقهم ستقع مسؤولية تقدم وازدهار البلاد ورفع رايتها شامخة على المستويات كافة. ومن هذا المنطلق نظم النادي العلمي المؤتمر الصحفي الخاص بمسابقة النادي العلمي للعلوم والهندسة. ونحن في وزارة التربية نشجع ونثمن من خلال هذه الشراكات المجتمعية التي تتيح المجال أمام أبنائنا الطلبة أن يكون هناك المجال الأوسع والأكبر من خلال هذه المشاركات المتميزة لإظهار إبداعات أبنائنا الطلبة في مختلف المجالات. في سند إنشاء المؤسسة هناك جزء كبير منه لرعاية النشأ وجيل الشباب في الكويت، وكذلك هناك جزء كبير من سند الإنشاء ومن رسالة المؤسسة تقوم على رعاية البيئة الممكنة للإبداع وللموهبة وللابتكار. والمؤسسة لا تستطيع أن تحلق بجناح واحد، المؤسسة عندها أهداف استراتيجية، لكنها تنظر إلى الأجنحة الأخرى التي ممكن تعين عمل المؤسسة، ومنها منظمات العمل المدني. طبعا هذه الفعاليات صحيح راح تكون سنة 2020، بس للأمانة الإخوان في قطاع التنمية في النادي العلمي يبدؤون هذا النشاط من شهر 9 إلى شهر 5، يعني تقريبا سنة كاملة وهم يشرفون على هذا النشاط، فنتقدم لهم بالشكر الجزيل على جهودهم في هذا المجال. عودة لكم مشاهدينا ومحطة حوارية أخيرة إن شاء الله راح تكون مع حامد القلاف صانع مجسمات السفن الشراعية القديمة. أستاذ حامد حياك الله، سعيدين جدا بتواجدك معنا. حياك الله أخوي حامد، أكيد راح نبدي حوارنا معك لكن بعد مشاهدة هذا التقرير. تعد صناعة السفن الخشبية في الكويت من أقدم المهن التي يزاولها القلاليف الذين اشتغلوا بها وتوارثوها أبا عن جد وبرعوا في صناعتها حتى أصبحت معلما تهتدي به الأجيال التي لم تشهد تلك الحقبة من تاريخ الكويت.
وفي خطوة لحفظ التراث الحرفي من الاندثار، سعت الكويت لإنشاء ديوانية الجلاليف التي تعنى بحفظ أحد أهم المهن الحرفية في تاريخ الكويت وتعريف الأجيال بصناعة السفن الخشبية. شفنا التقرير وعرفنا احنا نبي نتكلم عن شنو، عن مهنة القلاف او القلاليف. حامد حياك الله معنا، وفي البداية يعني ودنا نتكلم عن هذه المهنة، مهنة القلاليف قديما، ومن وين جت كلمة القلاف؟ زين، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مهنة القلافة هي من اقدم المهن في تاريخ دولة الكويت، يرجع تاريخها لاكثر من تقريبا 400 سنة. توارثوها جيل بعد جيل وأبا عن جد لين وصلت لنا اليوم. ومهنة القلافة هي صناعة السفن الشراعية، وصانع السفن يسمونه القلاف، ويت كلمة القلاف من اللي يقلف الخشب أو يغلف الخشب، فمن هنا يسموا هذه المهنة القلافة وصانع السفن القلاف. جميل حامد، يعني احنا اللي نعرفه ما شاء الله في أنواع كثيرة واسماء كثيره للسفن الشرعيه. يمكن بدايه حديثنا كنا قبل الهواء قاعد اسالك شنو هذا، قلت لي بوم صفار. إيه نعم. غير يعني عن يعني كل بوم له اسم بالضبط، فخلنا ناخذ بشكل عام شنو يعني الانواع والاسماء. احنا عندنا بالكويت تقريبا 16 نوع سفينه شرعيه، تختلف استخداماتهم واساميهم، طبعا في بعضهم حق السفر بعضهم حق التجاره. حل صغير صفار، هذا بوم الصفار. وعلى طاري البوم الصفار، يعني هذا اشتهروا فيه قلاليف الكويت لانه هو ابتكار كويتي ممتاز. قبل كانت السفينه اللي تستخدم حق التجاره هي البغله، فالقلاليف ابتكروا البوم السفار اللي هو شعار دوله الكويت، واثبت فاعليته يعني بالسفر بالمسافات الطويله، ويشيل يعني اكثر وزن، اكثر اغراض اكثر. فهذا واحد من الانواع هو والبغله. وعندنا بعد اربع سفن تستخدم في الصيد على اللؤلؤ. بعد انتم عارفين ان الكويت اربعه. اي نعم، اربعه انواع. هذا واحد منهم اللي هو الشوعي اللي موجود، وعندنا بعد الجالبوت والسمبوك والبتيل. وعندنا بعد، قبل كان بالكويت يعني الماي قليل، فكان في بوم يسمونه بوم الماي، كان يطلع يروح لشط العرب وهو ما في شيء، بس عباره عن توانكي يعبونه ماي ويرجع مره ثانيه. اي نعم. وفي عندنا قطعه، يعني اي بوم او اي سفينه شراعيه في منها وايد ولها اسامي، مثلا بوم فتح الخير، بوم كل واحد له اسم، صح. الا قطعه واحده انبنت مره واحده، وهذه يعني احنا نعتز فيها، اللي هو مركب بيان او منور المغفور له الشيخ احمد الجابر. سنه 1931 طلب الشيخ احمد الجابر رحمه الله عليه من كبير القلاليف ذاك الوقت الاستاذ احمد بن سلمان الاستاذ صناعه هذه القطعه، انها هي مركب راح يكون حق النزهه، يستخدمون الاسره الحاكمه، ويستقبلون فيه كبار الضيوف، وبنفس الوقت خلى فيه مدفع عشان يعلن نهايه موسم الغوص. وكان قاعد يعني نتكلم عن سنه 1931، كان هو المركب الوحيد اللي فيه مكاين ما يعتمد على الاشراع. كان فيه مكاين، اي نعم، ما يعتمد على الاشراع. هذا في منه واحد فقط، قطعه واحده بس. اي نعم، تم صناعتها وما صنعوا يعني ما في واحد ثاني، ما في يعني احنا الحين نسوي مجسم منها، لكن هو واحد ثاني ما في منه. نعم. طيب بالنسبه حق يعني عملكم، شنو نقدر يعني ودنا نتعرف اكثر على مثلا الادوات المستخدمه في عملكم انتو، يعني كعملك انت حامد؟ نعم. طبعا الادوات اليوم تختلف، طبعا هذا اللي جاي بقوله، ما تختلف وايد عن الادوات قديما. الاختلاف شنو؟ ان قبل مثلا كان المنشار يدوي 100%، اليوم لا، دشت الكهرباء، دشت الاله، صح. فصار المنشار كهربائي. نعم. نفس الشيء الدرل، كان قبل على ما كان في شيء اسمه درل، يعني الاداه اللي يستخدمونها كان اسمها المجدح، او بتعبير القلاليف قبل الميدح.
اليوم لا، كان في درل اقدر اسوي فتحه للمكان اللي انا ابي واسوي اللي ابي. فالادوات ما تختلف عن قبل، اللهم ان دخلت 20% الاله في الصناعه، الاله المجسمة مع تطور التكنولوجيا فصارت الكهرباء. بالضبط. لكن يمكن بحديثنا ان الصغار يكونون اصعب بعد من الاحجام الكبيره. يعني هو كل ما صغر الحجم اللوح ما يطاوعك انه يلف، يعني هو اللوح يبدي سيده صح. بعدين لما يوصل للحمله اللي هو بطن البوم يصير يعني يفتر ويرد يرجع مره ثانيه. بالضبط. فاللوح ما يطاوعك، اذا صار اصغر من كذي في وايد صعوبه. واللي تشوفونهم اصغر هذول دائما يكونون حفر، يعني مو بناي مو تركيب. هذا راكب لوح لوح، اما هذاك لا، هذاك يكونون حفر. حفر بالضبط. ايش كثر ياخذ تقريبا وقت؟ طبعا الحجم ما يفرق معانا بالوقت. صغير ولا كبير بالضبط حجم. اللي يفرق ويانا النوع، يعني في شيء انواع من السفن تكون ما فيها ديكورات وايد، مجرد بدن وسطحه، مثل السفن اللي تستخدم في صيد اللولو محتاجه سطحه عشان يقدرون يشتغلون فيها، مثل هذا اللي موجودين يعني. عدد. اما البوم السفار البغله لا، فيها وايد ديكورات وايد تفاصيل. بالضبط. عموما هو الاختلاف في الفتره بين 45 يوم ل 60 يوم تقريبا. نحتاج شهرين على هذا المجسم. هذا احنا قاعد نتكلم عن مجسم لكن واحد. بالضبط. نرجع قديما قراضيف كانوا يبنون البوم المحمل اللي ينزل البحر في 45 يوم. مثل ما انا ابني اليوم المجسم بس حط نقطه ان اليوم انا قاعد استخدم الاله، هم ما كان عندهم، ما كان في اله. صحيح. زين، نوع الخشب المستخدم في صناعه السفن؟ طبعا نستخدم خشب الصلج. ليش خشب الصاج؟ لأنه يتحمل الماي. إحنا لو نجيب أي نوع من الخشب ونخليه داخل الماي مع الفترة راح يشرب الماي وينزل. خشب الصاج يتحمل الماي، يتحمل الرطوبة، يتحمل الحرارة، يعني يتحمل لغاية 50 إلى 70 سنة. ولو نرجع شوية بعد بالتاريخ قبل راح نلقى دائما بيوت الكويتيين قبل يحطون الباب من خشب الساي. ليش؟ لأنه يتحمل ويحجب الحرارة. من وين تجيبون الخشب؟ موجود متوفر خشب صاج؟ والله في صعوبة نلقى الخشب، لأن أنا لازم لما أشتغل أشتغل بخشب قديم، ما يصير أشتغل بخشب جديد. لازم خشب جديد. إيه. ليش؟ لأن الخشب الجديد يكون بعده داخله فيه رطوبة، راح يطلع منه الماء فراح يصغر. فإذا صغر شغله راح يتفتت. لازم يكون الخشب اللي قاعد اشتغل فيه عمره فوق الأربعين سنة. فاحنا دائما ندور على البيبان ملوت الكويت قديما والدرايش وناخذهم ونشرحهم مثل ما احنا نبي ونشتغل فيهم. والله مو سهلة. لا وايد متعبة صراحة. متعبة بس انتم حابينها يعني. يعني الوالد الله يطول بعمره زرع فينا هذا الشيء من احنا صغار. يعني احنا بطلنا عيوننا، الوالد عنده ورشة بالبيت واحنا قاعدين نشتغل ونساعده بالورشة. يعني متعة في العمل هذه صراحة. بالضبط. يعني نعم. ودنا نتكلم عن ديوانية القلاليف. نعم. ودنا يعني نتعرف عليها بشكل أكبر. زين، ديوانية القلاليف فيها ثلاث أقسام، فيها الورشة اللي احنا نشتغل فيها، وفيها المعرض بعد ما احنا نخلص شغلنا نعرض شغلنا داخل المعرض. حلو. وفيها اللي هو الديوان، القلاليف موجودين ويتزاورون في المكان هذا. طبعا الديوانية تقريبا فيها 500 عضو، وفيها مجلس إدارة، انتخابات، عمر مجلس إدارة 3 سنوات. وللأمانة يعني آخر مجلس الحين صار له 9 سنوات يتزكى من كثر ما احنا متفقين يعني داخل الدول. جميل. البعض يمكن يتساءل الفرق ما بين مهنة القلاف ومهنة النجار. أي. طبعا الفرق وايد كبير مو شوية. يعني شفت التناسق الحين اللي قاعد تشوفه قدام عينك. طيب. هذا ما في مخطط، أنا أعتمد على قلم الرصاص وآلة اسمها الهندازة، بتعبيرنا اليوم المنقلة. بس النجار يحتاج مخطط، يحتاج قياسات. بالضبط. النجار ما راح يقدر يسوي نسبة وتناسب حق السفينة انها ما تطيح يمين ويسار بالبحر. حلو. يعني اي مهنة او اي صناعة يدوية في العالم صعبة، بس اللي لها وجهين تصير اصعب. عادي. يعني هذا البوم لازم جنب اليمين مطابق طبعا مطابق بنسبة 100% لجنب اليسار. فهذا شيء وايد دقيق ووايد صعب على النجار. نعم. حامد، بالديوانية تسوون ورش عمل يعني اللي حاب انه هو يتعلم هذه المهنة، في مجالكم تسوون ورش تدريبية؟ والله احنا قبل تقريبا 9 سنوات كانت وزارة التربية تدز لنا طلبة من المدارس في فترة الصيف ان احنا نعلمهم، بس هذا الموضوع وقف من 9 سنوات.
بس حاليا بالورشة اللي عيقنا عن الورش التدريبية المكان، يعني الورشة صغيرة، احنا اللي قاعد نشتغل داخل الورشة تقريبا 6 أو 7 أشخاص وضيج. يعني أنا لما الحين قاعد أبني بوم حاليا 2.5 متر مضايق ربعي داخل الورشة، فاللي عيقنا عن الورش هذه التدريبية هو المكان. بس الفكرة موجودة، يعني خطة لقدام أنا ناوي إني أسوي لي مكان وأعطي فيه. في ناس يجونك يقولون لك إحنا ودنا نتعلم. وايد صراحة يدشون علي سواء عن طريق الإنستغرام ولا عن طريق تويتر ولا يدشون علي الورشة، وفي ناس وايد تحب هذا التراث. يعني ترى هو مو لازم يكون قلاف، هي اوكي مهنه قلاليف، لكن في ناس تحب التراث هذا ودها تتعلم. صحيح صحيح. ف يعني اللي هم ابي اعرفه، بروحك تشتغل على البوم الواحد ولا في بعضهم يكون معاك شخص ثاني او ثالث تشتغلون؟ اي نعم، انا عاده اشتغل بروحي، بس اذا كان في طلبيه وما عندي وقت يدش اخوي وياي. انا عندي واحد من اخواني اصغر مني بسنه، هو اصغر مني بسنه بس سابقني بالقرافه بسنه، هو تعلم قبلي بسنه. فاذا كان عندي طلبيه خاصه، الحين عندي طلبيه اللي هو البوم هذا 2.5 متر بالضبط، فدخلته وياي عشان اقدر يمديني اني اخلص. وتدري حجم 2.5 متر مو نفس ما قاعد اتكلم عن حجم متر، يعني كبير 2.5 متر. في اقبال حامد على هذه الصناعه؟ والله في اقبال، في يعني في، وخصوصا من الاجانب. يعني لما يمرون علينا الاجانب، وغير الاجانب احنا لما ندش اي وزاره حكوميه الحين ولا اي مثلا جهه رسميه راح تلقى البوم. ليش؟ لان بالنهايه هذا شعار دوله الكويت. صحيح صحيح. البعض هم يتساءل التعب هذا 45 يوم 60 يوم وراء مردود مادي جيد من الله؟ للامانه هو وراء مردود، بس هو وين يعني النقطه، ان في ناس تدش علي الورشه ما تدري ان هذا البوم ياخذ من وقتي 45 يوم. طبعا. هذا اول شيء. اول شيء يقول لك ايش دعوه ليش غالي. مو بس 45 يوم، انا اشتغل 6 ايام في الاسبوع. وفي اليوم الواحد معدل 3 إلى 4 ساعات قاعد في الورشه. بالضبط. فانا الحين ما بحسب لك تعبي، انا بحسب سعر الخشب والادوات عشان انا اسوي البوم اللي طوله متر يكلفني 150 دينار. هذه بس بس الادوات. الادوات ما دخلت تعابير 45 يوم. فلما اقول له سعر البوم مثلا المتر 300 دينار يقول بيه ليش مو 50 دينار؟ عارف. حامد يعطيك الف عافيه، موفقين، احنا وصلنا معك للختام، شكرا لك. العفو، مشكورين على الاستضافه ويعطيكم الف عافيه. شكرا شكرا لك. اكيد مستمرين معاكم لكن من بعد هذا الفاصل. نبقى معكم مشاهدين الكرام من خلال برنامج مساء الخير يا كويت. في إطار التوعية الصحية والإرشاد الاجتماعي أقيمت محاضرة بعنوان اضطرابات المزاج، الأعراض والأسباب وطرق العلاج. المزيد حول هذا الموضوع نجده من خلال هالتقرير. قسم علم النفس بكلية التربية الأساسية محاضرة بعنوان اضطرابات المزاج، الأعراض والأسباب وطرق العلاج، وذلك بحضور عميد كلية التربية الأساسية الدكتور فريح العنزي وبمشاركة أعضاء هيئة التدريس وطلبة الكلية، حيث تم خلال اللقاء مناقشة نشر الوعي حول الأمراض النفسية الأكثر انتشاراً وكيفية الوقاية منها وأفضل طرق العلاج المستخدمة سواء الدوائية أو النفسية والاهتمام بالصحة الجسدية، وذلك من خلال المحافظة على نظام غذائي سليم وممارسة التمارين الرياضية واختيار البيئة الإيجابية اللي تساعد على التطور العقلي والوظيفي والانخراط بالأعمال التطوعية اللي تساعد على التخلص من التوتر وتعطي فرصة للتعرف بأشخاص يحملون أفكار إيجابية وبناءة تساعد في رسم الطريق للنجاح. مشاهدينا وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا لهذا المساء، شكرا لكم، مع السلامة. شكرا لك مشاهد، شكرا لكم مشاهدينا، أكيد نترككم بحفظ الله ورعايته ونقول لكم إلى اللقاء. على الخير والمحبة، نشوفكم باكر، مع السلامة.